السلام عليكم، سننطلق بحلقة هي الأهم عما يدور ويحدث في الكرة المصرية والعربية والعالمية من إحصائيات وتفاصيل هي الأكبر، وبالأخص سنتحدث عن ما يحدث داخل جدران برازيل الكرة المصرية برازيل العرب في إحصائيات هي الأهم وأخبار هي الأهم عما يحدث داخل جدران النادي الإسماعيلي، وبالأخص سنتحدث عن المعسكر المغلق استعدادا لمباراة المقاولون العرب، وأيضا سنتحدث عن اللاعب البنيني أمريك أموسو، وأيضا اللاعب شرونجو، وسنتحدث عن هشام بوسفيان، وأيضا سنتحدث عن عمر الساعي و الفريق المهتم بعمر الساعي وهو ريد بول، وأيضا سنتحدث عن استعدادات مسؤول الإسماعيلي للمئوية، وسنتحدث عن مشكلة اتحاد الكرة مع محمد صلاح وما يحدث ومباريات اليوم والكثير والكثير في هذه الحلقة. ولكن يا صديقي مش طالب منك كتير، تنتظر معايا لآخر الحلقة عشان معانا أخبار هي الأهم. وفضل الله ليس أمرا، دع القناة التي تتحدث عن كيان برازيل الكرة المصرية بالاشتراك واللايك والسبسكرايب لنصل مع بعض إلى المئوية. ولدينا تحدي، وأنت تعلم جيدا إن إحنا عندنا تحدي. اي حد عندك في البيت خش يا باشا اشتراك ولايك وسبسكرايب ويوصل، عشان الحريف معانا ومكمل معانا، وعشان كيان الاسماعيلي يكبر، وعشان القنوات المنافسة او القنوات اللي بتنافس قناتي تعلم كم هو حجم جمهور دراويش الكرة المصرية وكم هو حجم جمهور الاسماعيلي. وقبل ما نقول صلى على رسوله على اله وصحبه وسلم، وانا انطلق سريعا في حلقه هي الاهم عما يحدث داخل جدران البرازيل الكره المصريه من احصائيات واخبار هي الاهم. طبعا قبل ما نبتدي انا بشكر كل وتحياتي لكل واحد عندي، على من اصغر واحد لاكبر واحد، تحياتي لكل اللي عندي على القناه. بشكر الكل على دعمهم للقناه، وبشكر الكل على تواجدهم معايا على طول باستمرار، وبشكر كل واحد على سؤاله وعلى طرحه لاسئلتي، وانا طبعا بجاوب على كل الاسئله بشفافيه بدون اي مجامله، لاني انا هنا من اجل الكيان فقط. انا ما بشتغلش يا حبيبي او يا صديقي لصالح اي حد مهما كان هو مين. فاللي بيخرج هو الحقيقه والصدق. يا استاذ مورس، عشان انت بتقول لي انت من ضمن السوشيال ميديا، انا من ضمن السوشيال ميديا، ولكن انا هنا من اجل الصدق والصراحه والوضوح من بدايه حلقاتي. وارجع كده بالسنين وانت تعرف الحريف. ده بالنسبه ل بعض الاسئله اللي كانت بتجيلي من الاستاذ مورسي. وهوضح لك طبعا في الحلقه دي ما يحدث من اكاذيب ايضا على السوشيال ميديا، عشان بس تعرف ان انا بقول الصدق والصراحه والوضوح. طبعا الاسماعيلي ينتظر في معسكر مغلق داخل فندق الفريق الاول استعدادا لمباراه المقاولون العرب المقرر اقامتها يوم السبت القادم في الرابعه عصر على استاد الجبل الاخضر بالقاهره. ده بالنسبه لمباراه الاسماعيلي والمقاولون. طبعا المقاولين اخر الجدول 8 بونت، الاسماعيلي الى 14 13 بونت. الاسماعيلي يسعى، والكابتن ايهاب جلال بيكثف تدريبات مكثفه للاعيبه الاسماعيلي في توقيت المباراة. أنا مش عارف ليه لما حتى بتكلم معاهم بقول لهم يعني اشمعنى هو بيتدرب، كابتن إيهاب أنت بتدرب يعني اللعيبة في نفس توقيت المباراة؟ قال لك عشان يبقوا عندهم أجواء المباراة، يعني اللي هو الحر ودرجة الحرارة وكده. فهو بيدربهم كل يوم الساعة 4 5 في الرينج ده. فالنهاردة في تدريبة، غدا الجمعة بإذن الله عز وجل ستكون التدريب الختامي في الصباح، و اللعيبة هتتغدى وستغادر إلى القاهرة بعد الغداء مباشرة على الساعة 4 5. ستغادر اللعيبة، هيصلوا تدريبة، تبقى تدريبة خفيفة بعد الصلاة، وبعد كده تدريبة لمدة 60 دقيقة أو التدريبة الختامية التكتيكية للمباراة، وبعد كده هيتغدوا اللعيبة وهيغادروا في اتوبيس النادي الاسماعيلي الى القاهره استعدادا للمبيت في القاهره استعدادا لمباراه غدا يوم السبت باذن الله والله عز وجل. لا بالنسبه لاخر استعدادات. طبعا ارجع لحلقاتي قبل كده اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، ارجع كده هتلاقيني قلت لك اني امريك موسو لاعب متواجد في الاسماعيلي، واللاعب لن يغادر، واللاعب متعاقد مع الاسماعيلي لمده 4 مواسم ونصف، واللاعب خضع لكشف صحي وطبي قبل التوقيع، وقعد فتره معيشه لمده اسبوعين. ارجع ارجع ارجع، انا قلت كل الكلام ده تمام.
و جريدة الأهرام والكثير من المواقع على السوشيال ميديا. وارجع برضو هتلاقي ان قالوا ان الكابتن ايهاب جلال مش مقتنع باللعب، وان الكابتن ايهاب جلال رفض اللعب. وانا اول ما طلعت قلت لك ده اكاذيب سوشيال ميديا، ده اكاذيب اعلام، اللاعب متواجد. وجبته لك في حلقه امبارح وهو في التدريب، يعني انا كنت في التدريب صورته وجبته من قلب التدريب، وقلت لك اللاعب اهو، لو عايز اجيبه في اوضه اللبس بتاعته هجيبه لك برضه، ما فيش مشاكل. تمام، ده بالنسبه ل امير كوموسو، اللاعب مكمل، اللاعب موجود، اللاعب جيد جدا، هو حاجه صغيره كده بس جيد جدا. يعني انا عايز اقول لك ان هو احسن لاعب في بنين، واخد افضل لاعب في الدوري البنيني مع القطن البنيني في عام 2022. تمام، شرف منتخب بلده الشباب والاولمبي، واللاعب لعب لاكثر من نادي في بنين، واللاعب لديه الكثير كثير، و لاعب مراوغ، لاعب بيلعب في اكثر من مركز. تمام، ده بالنسبه اتكلمت في الحلقات اللي فاتت. طبعا حمدي النقاص رجع للتدريب الجماعي، احمد الشيخ بيجهز. هتقول لي ده انت كل مره تطلع حريف وبتقول لي بيتاهل؟ لا، ما انا هقول لك على حاجه يا باشا، فوزي خلاص مخلوف، هو لسه شويه الشيخ خلاص، ولكن الكابتن ايهاب جلال خايف يضحي بحد فيهم. ولكن بنسبه كبيره للعلم موسو ممكن يكون متواجد في مباراه المقاولون العرب، واحمد الشيخ ممكن يكون متواجد في مباراه المقاولون العرب، ولكن حتى الان القايمه لسه ما طلعتش. كابتن ايهاب جلال بيحط القايمه في التدريبه الختاميه التي ستكون غدا قبل المغادره الى القاهره. ده بالنسبه طبعا دخل نادي او اللاعب، هنتكلم عن اللاعب عمر الساعي. طبعا اللاعب عمر الساعي لاعب الاسماعيلي دخل اهتمام كشافي فريق ريد بول سلاسبورج النمساوي. ريد بول النمساوي اللاعب او كشافين النادي شافوا اللاعب وشافوا له كذا مباراة وعجبهم اللاعب وما فيش مشاكل وحابين يكون اللاعب متواجد، وعرضوا فيديوهات اللاعب لمسؤولي والمدير الفني، المدير الفني لنادي ريد بول النمساوي، ورحبوا بتواجد اللاعب. ولكن خرج وكيل اللاعب عمر الساعي محمد تاج، قال لك اللاعب عمر الساعي بالفعل الناس شافوا له واتكلموا عليه، ولكن لن يصل عرض رسمي للنادي الاسماعيلي، واحنا مش هنخرج من النادي الاسماعيلي غير بشكل يليق باسم النادي الاسماعيلي واسم اللاعب. ده بالنسبه لعمر الساعي. ولكن عمر الساعي عشان نبقى واضحين مع بعض، عمر الساعي ده عن يعني الكلام من بق وكيله محمد تاج، اللاعب مكمل مع النادي، اللاعب متعاقد مع النادي لمده 5 مواسم، لسه مجدد اللاعب، اللاعب لسه مجدد، يعني الموسم ده اول موسم من 5 مواسم اللي هو تعاقد فيهم مع الاسماعيلي. ده بالنسبه لعمر السام. طبعا بيفكر مسؤول الاسماعيلي بجديه في ان يكون متواجد محافظ الاسماعيليه ورئيس الهيئه عشان يتفقوا على او يجتمعوا وياخدوا راي بعض في تنظيم مئويه تليق باسم كيان الاسماعيلي وتليق بجمهور نادي الاسماعيلي، ستكون في استاد الاسماعيليه مع فريق كبير، فريق كبير عالميه. ده بالنسبه للمئويه. طبعا الناس اتكلمت على شلونجو، انا شايف شنطه شلونجو وهي بتطلع الفندق امبارح، انا شايف شنطه شلونجو وهي طالعه الفندق، عشان البعض هيطلع يقول لك ايه ده شلونجو مش عاجب ايهاب، ده شلونجو مش عاجب الطباخ بتاع النادي محمد نجم، ده شلونجو مش عاجب محمد ربيع بتاع. يا جدعان نهدى على بعض شويه كده، ما انا مش بس اللي بيكتب دون، يعني خليك عقلاني شويه، يعني خليك رويح او عقلاني، عشان انت والله العظيم عامل مشكله، عامل مشكله اللي بتكتب. اكتب صح، اكتب صح، ابوس ايدك تكتب صح. ماشي، ده بالنسبه لشلونجو موجود، امريك اموسو موجود، شامبو سفيان ما المفروض ان يكون متواجد خلال يوم او يومين من الاخر، يعني هشام ابو سفيان. بص بقى يا باشا، اخبار الاسماعيلي في مشكله في المنتخب الوطني الضعيف،
والمنتخب الوطني الضعيف هو سبب تراجع المنتخب الوطني والدوري المصري الممتاز والأندية المصرية بسبب ما يحدث من مجموعة. أنا مش عارف المجموعة دي إيه مصلحتها وإيه دنيتها. المجموعة دي يا باشا بتمشي اللي هي عايزاه وبتعمل اللي هي عايزاه، وغيروا دوري الدرجة التانية وخلوا دوري المحترفين وعملوه بنظام في دماغهم، وعايزين يعملوا كده مع الدوري الممتاز الأول عشان خاطر يقللوا حجم المباريات ويخلصوا الدوري بدري. بس ده فشل يا باشا، لأن إحنا عمرنا ما هنيجي زي البريمير ليج. بريمير ليج فيه بطولات أكتر من عدد البطولات اللي عندك، ضعف عدد البطولات اللي عندك، وعلى كده مفيش أي تغيير، والبطولات بتلعب كما هي ما بدأت كما هي ما انتهت. ده بالنسبة لي. ففي أزمة بين الأندية وبين اتحاد الكرة بسبب النظام الجديد، وبنسبة كبيرة هيحصل مشكلة كبيرة بسبب الموضوع. وتعالى بقى عشان أقول لك إن محمد صلاح، ومش محمد صلاح، أنا هجيبها لك من الآخر يعني. طبعًا في جريدة كبيرة اسمها الدل، جريدة كبيرة كشفت صحيفة الدل ميل البريطانية بأن يوجد مشكلة بين محمد صلاح وبين المنتخب. بيقول لك إن المنتخب الوطني المصري مش عارف يوصل لصلاح أو يتواصل مع محمد صلاح. حلو، أنا مش معترض على وجود كابتن حسام حسن، بالعكس أنا في الحلقات اللي فاتت وقلت لك قلب الأسد حسام حسن وسيكون له طفرة مع المنتخب الوطني رغم عصبيته ورغم الشدة اللي هو فيها، ولكن المنتخب ليه وضع غير الأندية. حلو، ولكن الضعف عند حسام حسن هو في الجهاز الفني المعاون لحسام حسن. هنتكلم في النقطة دي، ولكن عايز أقول لك إن مسؤول لي أو طلع أو الصحيفة البريطانية الديل ميل بتقول لك إن مسؤولي المنتخب الوطني مش عارفين يتواصلوا مع مسؤولي ليفربول أو محمد صلاح عشان يكون موجود في معسكر الإمارات اللي سيكون بعد أيام قليلة. لأن أنت عارف خلاص في رمضان يعتبر هيبقى المنتوشة بعيدة عن بعض جدا، ففي معسكر وفي بطولة ودية كده للمنتخب الوطني هنتكلم عليها في حلقة تانية. ولكن محمد صلاح لا يريد أن يكون في المنتخب بعد أن أخبره حسام حسن بانضمامه للمنتخب الوطني، أو بعد ما مسك حسام حسن المنتخب الوطني ففي مشكلة بين محمد صلاح، ويعني في حوار كده داير، مشكلة بين المنتخب وبين محمد صلاح وبين حسام حسن كده. ولكن أنا مش معترض على حسام حسن، أنا طبعا الجهاز الفني لحسام حسن مدير فني، إبراهيم حسن مدير المنتخب ومدرب عام طارق سليمان ومدرب محمد عبد الواحد مدرب حراس مرمى كابتننا الكبير وكابتن شعبان الصغير علامة من علامات الإسماعيلي والكرة البرازيلية، وله تاريخ كبير في الكرة المصرية والعربية كابتن شعبان الصغير، وطبعا الكابتن مدرب أحمال مانول مدرب أحمال برازيلي. أنا ما شفتلوش حاجة بصراحة يعني، مدرب أحمال أنت المفروض تجيب مدرب أحمال يليق باسم المنتخب الوطني. يعني الكابتن حسام حسن فيه كان المفروض كل ده يتشال، او الناس المعاونه ليه مع الانديه ما تنفعش تبقى مع المنتخب. ده وجهه نظر بصراحه. ومدير اداري وليد بدر، ده بالنسبه للمنتخب الوطني. طبعا اهم مباريات اليوم، في مباريات اليوم هامه جدا، اهم مباريات اليوم في الدوري المصري مباراه مودرن فيوتشر وزد، وفي الدوري الاوروبي ليفربول عنده مباراه صعبه بعد رجوع صلاح. صلاح رجع للتدريب الجماعي بالفعل، ومن الممكن ان يكون متواجد في مباريات اليوم رسمي. ده بالنسبه ل فبنسبه كبيره سيكون محمد صلاح متواجد في مباراه اليوم بين سبورتنج براغا. وفي ايضا مباريات في نفس البطولة، روما وبرايتون ومارسيليا وفياريال. ده بالنسبة لمباراة الدوري الأوروبي. بالنسبة لمباراة الدوري أو المؤتمر الأوروبي، أيكس سيقابل استون فيلا في مباراة هي الأصعب. أهم حاجة إني لن أنسى سؤال اليوم، طبعا سؤال اليوم، من هو أفضل لاعب خط نص في تاريخ الإسماعيلي؟ من
هو افضل لاعب خط نص في تاريخ الاسماعيلي. منتظر تعليقك ومنتظر اجابتك على السؤال، وانا عارف ان كل اسماعيلاوي عندي وكل عاشق لبرازيل الكره المصريه عارف، وكل اللي بيكتب لي انا عارف ان هو اجاباته صحيحه مليون المية. اتمنى من كل حبايب الحريف في كل مكان، لو الحلقه عجبتك لا تبخل على حبيبك الحريف، نوصل باذن الحلقه باذن المولى عز وجل الحلقه دي ل 5000 لايك، دعم لك حبيبك الحريف الذي يسعد اشعارك. واللي ما اشتركش في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصل له كل حلقاتي اول باول، وعشان نفضل مع بعض ونتواصل، وعشان انت عارف يا صديقي ان احنا عندنا تحدي ان احنا نبقى في المليونيه، لان احنا جمهور كبير واكتر من ملايين. ده بالنسبه لي حلقة اليوم. أتمنى من كل حبايب الحريف في كل مكان يوم سعيد، وأرشد أقول لك يا صديقي يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.